بطولة العالم لكرة اليد فرنسا 2017. باش نحكيوا على المنتخبات المشاركة في النسخة 25 بطولة العالم لكرة اليد 2017. نحكيوا على المجموعة الأولى وبالتحديد على منتخب البرازيل. منتخب البرازيل شارك 12 مرة في بطولة العالم، بدأ مشوار في البطولة من عام 58 لكنه ما تمكنش من الوصول لأدوار متقدمة في حتى نسخة من المسابقة. أحسن مركز حقه كان في 2013 واحتل مرتبة 13 عالميا، يضم عدة ملاعبين متميزين برزوا خاصة في آخر نسخة من الألعاب الأولمبية اللي احتضنتها بلادهم، أبرزهم المخضرم مايك سانتوس اللي في رصيده 206 هدف، يجي بعده ثنائي الإسباني فابيو تشوفا معدل 113 هدف، ونريكي تكسيرا معدل 100 هدف. مشاركة المنتخب البرازيلي على الصعيد العالمي متواضعة، في المقابل المنتخب البرازيلي حقق العديد من الإنجازات والألقاب على المستوى القاري وعنده وزنه في شامبيونا بان أمريكا. يقود الإطار الفني للمنتخب البرازيلي المدرب الإسباني جوردي ريبيران. ذكر لي منتخب البرازيل موجود في المجموعة الأولى الجنب كل من فرنسا روسيا نورفيج واليابان، وأول مقابلة لي باش تكون ضد فرنسا نهار 11 جانفي. بطولة العالم لكرة اليد فرنسا 2017.